ازيكم جميعا، دي حلقه جديده من قناتكم المميزه يوسف سايكولوجي لايف، ومعاكم انا يوسف الجوالي. طيب يا جماعه، النهارده صراحه احنا هنتكلم على شخصيه مهمه جدا وما بنعرفش ان احنا نتعامل معاها ازاي، وما بنعرفش صفاتها تبقى عامله ازاي بحيث ان احنا نقدر نتعامل معاها باحسن طريقه، وهي الشخصيه المنغلقه. هنغوص فيها في كل تفاصيلها، فيلا بينا نخش في التفصيل. بصوا يا جماعة، هو أساساً في ناس أساساً بتبقى منغلقة على بعضيها، والناس دي ما بتبقى في بعض الناس الأخرى ما بتبقاش عارفة إن هي تتعامل معها إزاي. الناس اللي منغلقة على النفسية دي بتفضل الكتابة عن التجمعات وعن الكلام، بحيث إن هي تعبر عن المشاعر بتاعتها. ومن هنا هنخش على تعريف الشخصية الانطوائية. هي صراحة هو بيركزوا على أفكارهم وعلى مشاعرهم الداخلية على الرغم من العالم الخارجي، فهم بيحبوا إن هم يركزوا على الطاقة اللي جواهم، وبيستمدوا الدعم والطاقة من خلال نفسهم هم، مش عن طريق الاحتكاك بالآخرين. وكمان إحنا أصلاً جوانا أصلاً الحاجتين دول، إحنا جوانا الشخصية الانطوائية وشخصية المنفتحة. احنا هنتكلم على فكرة في الشخصية المنفتحة في فيديو اخر يعني، بس هنا احنا هنتكلم عن الشخصية المغلقة، الشخصية الانطوائية. فهنا اساسا الناس اصلا بتميل على شخصية على الاخرى، وهنا طبعا الفيديو بتاعنا عن الشخصية الانطوائية. فاحنا اصلا الشخصية الانطوائية اصلا ليها درجات، وممكن ان هي تتفاوت من شخص لآخر، وكمان لها أنواع زي الانطواء الاجتماعي أو الانطواء الفكري أو حتى القلق. في ناس بتسأل، هو في ممكن درجة الانطوائية دي تتغير مع مرور الزمن أو مع تغير الظروف؟ الإجابة هي ممكن تتغير مع تغيرات الزمن وتغيرات الظروف، فممكن الشخص ده يصبح اكثر انطوائية يا بيبقى شخص منفتح شوية. في سؤال طبعا هيبقى ايه اساسا الصفات بتاعت الشخصية الانطوائية. اولا التواجد في الاجتماعات الزياده بتستنفذ طاقتهم. صراحه لما بيبقى الشخصيه الانطوائيه موجوده في مكان بيعجز بالناس او مليان بالناس، فصراحه المكان ده بيستنزف طاقتهم، وبيحتاجوا ان هم اصلا يقعدوا لوحديهم بحيث ان هو يعمل عمليه ريتشارج للطاقه بتاعته، بحيث ان هو يقدر يعوض الاجهاد اللي هو تعرض له. رقم 2، الاستمتاع بالعزلة. صراحة الشخصية الانطوائية طبعا بيحبوا العزلة جدا، وبيحبوا ان هم يقعدوا لوحديهم اكتر الوقت بصحبة بقى كتاب، او سواء ان هو مثلا ممكن ينزل يتمشى في الطبيعة لوحده، او حتى ان هو يتأمل، او ممكن ان هو كمان يمارس اي هواية اخرى، بحيث ان هو الحاجات زي كده بتعيد شحن الطاقة بتاعتهم،
وتقضية الوقت بتاعهم دول لوحديهم بيحسسهم بان هو كمان ان هو كده زي الفل ومستمتع بالوقت بتاعه. رقم 3 التميز بالانتباه الداخلي. صراحة يعني نظرا لان الشخصية الانطوائية بتقعد وقت كتير جدا مع نفسها فبتقدر ان هي تستمتع بالموضوع ده وبتقدر ان هي تحلل المشاعر بتاعتها والحاجات اللي هي عايزاها والاهداف بتاعتها. كمان هما اصلا بيبقى عندهم خبرة بحيث ان هما يقدروا يحللوا المشاعر بتاعتهم والاهداف بتاعتهم اللي هما عايزينها. رقم 4 الاحتواء على مجموعة صغيرة من الاصدقاء. طبعا المفهوم الخاطئ ده الشخصية الناس يعني عارفها عن الشخصية الانطوائية انه ما بيحبش الاصدقاء وما بيحبش التجمعات، بس ده يعني هو بيحب يبقى على علاقة بمجموعة صغيرة مع الاصدقاء. دي الحالة الوحيدة اللي بيحب فيها التجمعات، وكمان يعني بيحب ان هو تكون على تواصل اجتماعي وان تكون العلاقات دي ليها مغزى ومعنى، فعشان كده هو بيختار المجموعة الصغيرة دي ويبقى مبسوط معاهم جدا جدا جدا. رقم 5 الكثير من التشتتات. الكثير من التشتتات والكثير من التحفيز بيخليه متشتت وما بيعرفش ان هو يركز في اي حاجة. لو اضطر بقى الشخصية الانطوائية دي ان انت تحطه في مكان بيدعب الناس وفي نشاطات كتير ولازم ان انت لازم ان هو يتفاعل مع الناس دي فبتحسسه بالتشتت طبعا وما بيعرفش ان هو يركز على اي حاجه، بس هما بقى بيفضلوا ان يبقوا في طبيعه هاديه بحيث ان هما يمارسوا الانشطه بتاعتهم والمشاريع بتاعتهم بطريقه مركزه وبطريقه مريحه. رقم 6 التعلم عن طريق مشاهدة. الشخصية الانطوائية الصراحة بيحب ان هو لما يجي يتعلم حاجة يتعلم عن طريق المشاهدة، بحيث ان هو شخص مثلا بيعمل الشغلانة دي فان هو يفضل يشاهده لحد ما يتقنوا الحاجة دي فيقدروا ان هما يعملوها بانفسهم. رقم 7 التواجد قبول الوظائف الهادئة. طبعا هو الصراحة يعني الشخصية الانطوائية ما بيقدرش ان هو يقبل وظائف فيها تفاعلات كتير مع الناس وتحدث كتير مع الناس والكلام ده كله، لا هو بيفضل الوظائف المستقلة اللي بتعتمد على ان هو يشتغل لوحده، زي مثلا ان هو ممكن يشتغل كاتب او محاسب او حتى يعني ممثل او كده، فهو بيعتمد على حاجات زي دي. في الختام، هل انتوا تعاملتوا مع اصحاب شخصية انطوائية؟ طيب كانت ايه تجربتكم؟ كل الكلام ده تقولوه لنا في التعليقات، ودي تبقى نهاية الحلقة. متنسوناش تعملوا سبسكرايب القناة وتلايك الفيديو وتشيره على اقصى مستوى. ان شاء الله نتقابل في حلقات اخرى. مع السلامة.